لكن خلينا نعرف تفاصيل اكتر على التليفون مع الكابتن عايدة اسماعيل، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطايرة. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء النور، ازيكم؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. النهارده كانت اولى مباريات دور الثمانيه لدوري النخبه للكره الطايره بنظام البلاي اوف 3. شايفه النظام الجديد للدوري حقق نجاح بنسبه قد ايه؟ متهيألي السنة دي نظام الدوري هيحقق مستوى عالي، هيعود على المنتخبات بمستوى عالي جدا. النظام فير جدا لكل الفرق، كمان الصالات اللي مختارة اللي بيتلعب عليها المباريات كويسة جدا، ده هينعكس جامد قوي على منتخبنا القومي إن شاء الله. التغيير اوقات ما بيبقاش مقبول او ممكن يبقى مقبول من فرق على حساب فرق، هل كان في تخوف من البدايه وقت ما اتخذتوا قرار تغيير نظام المسابقه الموسم الحالي؟ طبعا اي تغيير بيبقى فيه بوزيتيف ونيجاتيف، ولكن متهيألي كله على يعني كل التغيير على بعضه هيبقى بوزيتيف كتير اكتر من النيجاتيف، لان عدد المباريات جمدت قوي وكترت. مفيش حد هيحقق حاجة غير لما يكون فعلا عمل مجهود مستمر، الفريق اللي عنده احتياطي كتير وعنده خطة كويسة هيقدر يوصل لمستوى كويس، وبالتالي اللعيبة اللي ما كانتش بتلعب في فرقها هتكون بتلعب دلوقتي، فبالتالي الناشئين كلهم هيستمروا في المباريات أكتر من الأول. طيب حضرتك هتبقى قلتي ان فرصة. اي نظام ليه ايجابيات وليه سلبيات، من وجهة نظرك النظام الحالي ايه ايجابياته وسلبياته؟ يمكن السلبية الوحيدة اللي هتظهر هي البلاي أوف، ودي نتيجة لتقصير سنة في نادي الزمالك، فهيتقابل الزمالك والأهلي بدري، ودي هتبقى نقطة مش لذيذة، بس هي دي نتيجة للخسائر المستمرة اللي ابتدت بدري. ولكن نظام البطولة ككل الفرق كلها بتشارك معظم لاعبينها، الأهلي اضطر يلعب كل لاعبينه، الزمالك ابتدى نفس الكلام، ابتدى الفرق اللي من الثاني للسادس قريبين جدا من بعض، فطول ما يبقى في احتكاك كويس كل ما هيضطر ان الأندية انها تعمل مجهود كويس، وده هينعكس على المستوى العام للناشئين وللمنتخبات. طيب بالنسبة لاستمرار المسابقة الموسم الجاي، هل المسابقات مستمرة في نفس الاتجاه ولا ممكن نلاقي بعض التغييرات؟ احتمال يبقى فيه تغييرات طفيفة، وخصوصا الناشئين لازم يتعمل، هيبقى فيه دوري من دورين أو حاجة أكتر، لأن الناشئين السنة دي ابتدينا البطولة متأخر، فما قدرناش نعمل تغييرات في نظم الناشئين والناشئات طبعا، وبالتالي ما كانش لهم حظ حلو في ان احنا نطور مسابقاتهم، فلازم هيتم تطوير مسابقات الناشئين والناشئات، إلى جانب المفروض إن يبقى في نظام مرتبط زي كرة اليد وكرة السلة، وده هيشجع الفرق كلها إنها تشتغل في الناشئين، وده هيرفع مستوى كل الفرق القومية. طيب ما سألت حضرتك على نظام المسابقة وبالنسبة للإيجابيات والسلبيات، الإيجابيات واضح إن هي أكتر بكتير من السلبيات لا تذكر. الموسم الحالي حتى الآن حقق نجاح بنسبة كام من وجهة نظرك؟ أنا في رأيي فوق 90%. رائع، فوق 90%. رأيي فوق 90%، ومتهيألي كل الأندية مبسوطة من نظام الدوري. أنا بشكر حضرتك، بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وفي الحقيقة كلنا أكيد شايفين ده على أرض الواقع، مسابقة قوية جدا أسفرت عن منافسة شرسة بين الأندية. في الأول كنا بنقول الدوري ممكن يكون محسوب ما بين أهلي وزمالك، لا دلوقتي شايفين أندية بتشارك وبتنافس بشكل قوة جدا بشكل قوي جدا في دوري الكرة الطايرة. كابتن عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطايرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هو ده اللي بنتكلم عنه، يعني انا لما سالت كابتن عايده عن التغيير اللي ممكن يحصل قالت لي في قطاع الناشئين، وده مهم جدا، دايما بتكلم على قطاع الناشئين وقطاع الشباب، وفكره ربط المرتبط
اللي بنشوفه في كرة اليد، وانك تربط نتائج الفريق الاول بنتائج الفريق الناشئين او الفريق الفرق الاصغر شيء جيد جدا، عشان تبقى انت مطمن على القاعدة التانية، صف تاني وصف تالت، ما يبقاش عندك قوام الفريق الاول بس هو اللي بتصرف عليه وباقي قاعدة الناشئين تكاد تكون منهارة. ده شيء اكيد ممكن بعدين في المستقبل الأندية تجنيه بشكل سيء، مش عايزه اقول مش جيد، ولكن بشكل اكيد لا يليق باسم الانديه المصريه. فحلو جدا ان احنا نهتم بقاعده الناشئين، لان دي اللي هندعم بيها الفرق في الصفوف الاولى.